مقالات، مقالاتنا النهارده. مقال النهارده كتبه الاستاذ بهاء ابو شقه في جريده الوفد، هتلاقوه في صفحات الوفد وهتلاقوه على الموقع الالكتروني الخاص بجريده الوفد. المقال بيقول كارثه في الافراح. بيتكلم بقى الاستاذ بهاء ابو شقه بيقول ايه؟ بيقول في كارثه حقيقيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى، منتشره بين الناس في الافراح وبتشكل خطا فادح. ايه هي الكارثه دي وايه هي المشكله دي؟ المشكله المتعلقه اللي بيقولوا بقى ايه، سموها الشماريخ او الالعاب الناريه او الحاجات المتعلقه بالحاجات المفرقعات اللي بتعمل نور وضوء وبتعمل اصوات والكلام ده. بيقول ان دي كارثه موجوده في الافراح، بتسبب مصايب كتير، بتسبب مشاكل كتير، بتسبب ازمات كتير، وبيتكلم عن التجريم القانوني للتجاره فيها او استعمالها بدون ترخيص من الجهات الامنيه المختصه وبدون تصريح من وزاره الداخليه انه هنا في جريمه بتتحقق. الشق الثاني بيتكلم عن تجريم دخولها، بيقول في ظل الظروف الحاليه اللي بتمر بيها البلاد يجب تفعيل قانون تجريم الألعاب النارية في أسرع وقت، خاصة أنه ممكن تكون الألعاب دي أشبه بالقنابل الحقيقية. وبيقول أن للحديث بقية لأنه هينشر تباعا ما يتعلق بهذا الجرم وبتجريم استخدام الألعاب النارية والإتجار فيها ودخولها وغيره. وطبعا إحنا بنتكلم أنها بتستخدم في الكثير من الأغراض السيئة بعيدا عن الشق الاحتفالي المبهج، وإن كانت بتستخدم في الاحتفالات فلها ضوابط ولها طريقة ودخولها والمتاجرة فيها ليه شكل وليه تصريحات وليه حاجات تانية كتيرة جدا، فاحترسوا واحترسوا من استعمالها في الأفراح. ده فحوى مقال السيد بهاء أبو شقة في جريدة